Hello my dear people and students, معاكم محمود عبد الرازق English teacher. عملنا فيديوهات كثيرة بالفترة اللي فاتت والنهاردة إن شاء الله يعني في ناس طلبت مني في الكومنتس وعلى الخاص طالبين حاجات كده معينة. يعني موضوع النهاردة موضوع صعب رخم شيق واو، هنشوف إن شاء الله مع بعض. طلب مني النهارده ان شاء الله ان احنا نتكلم عن الاتجاهات بالانجلش، ودي بقى ما اقولكوش يعني بنفتي فيها وبنهبط فيها جامد جدا. الاتجاهات بتاعتنا طبعا احنا كلنا بنتلخبط فيها بالعربي، فما بالك بقى انجلش، فالموضوع بيبقى صعب جدا. هنراجع الاتجاهات مع بعض بالعربي. يمين ده بيبقى شرق، يمين بيبقى شرق، شمال كده بيبقى غرب، شمال بيبقى غرب، فوق فوق شمال، فوق شمال، تحت تحت جنوب. فده مش موضوعنا، احنا بقى عايزين نعرفهم بالانجلش عشان الناس اللي عندها confusing لخبطة تحل الموضوع ده. فهنقول است الشرق، است الشرق، وسط الغرب، است الشرق، وسط الغرب، است الشرق، وسط الغرب، است الشرق، وسط الغرب. يبقى الاست يعني الشرق، وسط يعني الغرب، است الشرق، وسط الغرب، نورث 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 شمال، ساوث ساوث جنوب. تاني است الشرق، وسط الغرب، نورث شمال، ساوث جنوب. است الشرق، وسط الغرب، نورث شمال، ساوث جنوب. است الشرق، وسط الغرب، است الشرق، وسط الغرب، است الشرق، وسط الغرب، نورث شمال، ساوث جنوب، نورث شمال، ساوث جنوب، نورث شمال، ساوث جنوب. است الشرق، وسط الغرب، نورث شمال، ساوث جنوب، نورث شمال، ساوث جنوب. اتمنى تكونوا عرفتوهم. است يعني شرق، وسط يعني غرب، نورث شمال، ساوث جنوب. لو احتجتوا اي فيديو، لو احتجتوا اي حاجه في الانجليش فيها كونفيوجن، فيها لخبطه، ابعت لي محمود عبد الرازق في الكومنتس تحت او على الخاص، وانا هرد عليكم وهعمل فيديوهات كتيره. عايز طبعا الدعم بتاعكم، كومنتس، شيرز، لايك، سبسكرايب. باي باي.